تمام يا ياسر بيه. والمصحف انا ما عملت حاجه، انا بتاعت شويه بخور وحبه حبس سكنات، وان ما نفعوش ما يضروش. انا جايه ليه؟ ده انا غلبانه يا بيه. يا وليه افصلي انت، ايه مكوك يا باشا؟ انا حنتومه سقسقه بتاعت حنتوش منتوش طربوش منفوش، ولو لازمك عمل يكشف لك المجرمين، ولا يربط لك اللي مضايقينك، ولا يحنن قلب البيت عليك، ولا يحلهم عنك. انا في الخدمه، انا في الخدمه يا باشا، اسعار مغليه ما تحلمش بيها. لو ما سكتيش مش هتخرجي من هنا. يا وليه اخرسي ولمي نفسك وشوفي الباشا عايزك في ايه. انا خدمت الحكومه. في نسوان بتجيلك؟ لا لا يا باشا، انا ماليش في السكه دي خالص. انا ست شريفه وبتاعت بركه، انما لو لازمك يا باشا انا ليه حبايبي اللي يخدموني. يا وليه لمي نفسك بدل ما اديها لك على وشك. طب يا غلاب يا باشا. حنتومه هي كلمة ورد غطاها، هتتعاوني معانا ولا لا؟ حنتومة سقسقة في خدمة الحكومة. تعرف يا عمرودي، أنا في حياتي دي ما احترتش غير في اتنين، وأنت أولهم. ومين تانيهم؟ خميس. فارق يا حبيبتي، العمارطة ما بيحتروش في حد، إحنا اللي بنحير. لما قربت منه واتكلمت معاه لقيت في حاجات كتير قوي شبهك، عرفت ساعتها انت ليه اخترته المشروع جوازي. كويس قوي انك لسه فاكره ان ده مجرد مشروع، وانا ما احبش اعمل مشاريع تفشل ابدا. طبعا على الاقل بالنسبه لك. اللي قولي يا عمرودي، اشمعنى يعني خميس اللي اخترته المشروع جوازي المره دي؟ شوف يا فارح حبيبتي، كل ملكه بيختاروا لها ملك يتجوزها من نفس الدم ونفس النوع وبيبقى ملكها، وانت بالنسبة لي ملكة، هتورثي كل المملكة دي. عشان كده انا اخترتلك خميس، عشان عنده نوها وفاهم اللعبة كويس، وهيبقى من ايدك دي لايدك دي. صحيح في فرق في المستوى، انما احنا بنروض وندرب وبنرفع المستوى، وانا عارف كويس انك عمرك ما هتنسي ان ده مجرد مشروع. ربنا يستر. شرابية، انت يا وليه اللي اسمك شرابية؟ خير يا معلم خير، مالك بتزعق كده ليه؟ انا اسف مش هزعق تاني. انت هتحاسبيني يا وليه ولا ايه؟ العفو يا معلم العفو. طب امرني. فين ستك؟ شو انا شفتها خارجه من شويه. خرجت راحت فين؟ ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ ما قالتش حاجه. يعني ايه ما قالتش حاجه؟ انت اكيد عارفه ومش عايزه تقولي. الله، مش هقول ليه يا معلم، هو سر يعني؟ هي قالت لك ما تقوليش، حصل ولا ما حصلش؟ انطقي بقى بدل ما هبب عيشتك نقدر. درى ايه يا ابو سنه؟ هو انت مش قادر على الحمار جاي على الغلبانه دي؟ خش دلوقتي يا شرابيه. يبارك لك يا حاج. يبارك لك يا حاجه، ما انت اللي بتدلعيهم. دي غلبانه دي ميه بتاعتك تبني. بلاش غاغه ملهاش لازمه، لما ترجع مراتك ابقى اتخانق معاها زي ما انت عايز. يا ما قلتليش طب رايحه فين؟ اصحاب العقول في راحه، رجاله اخر زمن. ماشي يا شوق ماشي. طب صحيح ده ولا انا بحلم؟ سي خميس اقرصني علشان اتاكد من الكلام اللي بيحصل ده كله بصحيح. يا بت، ما انت شايفه وسامعه بعينك اهو. ايوه بس مش قادره اصدق ان دي الشقه اللي هعيش فيها مع افندينا. يا بت بقى بطلي هبل، بطلي هبل، فوقي بقى وصدقيني. قلت لك صدقيني وانت ما كنتيش مصدقاني. ده انت من ساعه ما ندهتلي سبت اللي في ايدي كله وجريت، حتى ابو سن سبته نايم وخرجت. عملت فيا ايه؟ وانا من ساعه ما شفتك وانت مخيشه في نافوخي على الاخر، مخيشه في نافوخي على الاخر. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان نائح عليا قوي. هو ايه ده يا اخويا؟ ضميري ده تديله بالجزمه. حاولت ياما، انما انت مهما كان برضه مرات الخيال. ده انا من ساعه ما شفتك وانا مش طايقه لمسته على لحم.
السرير سكاكين، سكاكين بتقطع في جدتي. الأوضة بقت سجن يا سي خميس. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف، تخلعي مني نضيف نضيف، ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف، عشان انا راجل احب الشغل يبقى نضيف نضيف، احب الشغل يبقى ايه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. سهلة، انت تطلقني منه وتتجوزني انت، وانا اعيش خدامة تحت رجليك. هيحصل هيحصل، بس انا اصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا، وليا اعداء ياما واقفين لي زي اللقمة في الزور، اولهم الواد براء ابن نوح، ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودنا نضيف نضيف. صح، خلاص ما توزع عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم، وبعدين انت ياما اكتر الرجاله اللي تعوز تخدمك. بس ده غشم، ده غشم، وانا ماليش في الغشم، انا عندي ترتيب تاني وممكن انت اللي تساعديني فيه. وانا ملكك وبين ايديك. هيحصل هيحصل. هو انت على طول مستعجله كده؟ بالهداوه بالهداوه عشان ناخد دورنا. خلاص أؤمرني وانا نفس. انا عايز مطره مرات الواد براء تبقى في حبك، وانا مد ايدي والوفاء، ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ اه صحيح، تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ حنتومه. ده حنتومك انت. ده حنت امك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى، يا استاذ استنى، رايح فين؟ ايه ده 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 انت خدت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك وزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر ولا نخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. واقفل باب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزه، المعلم هو اللي عايزه. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كتف المفتاح عقبال ما اجيلك. يلا سلام. شفاعة؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ لا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه، انا كنت بقضي مفتاح للمعلم فشفتك، قلت اطمن يمكن عايزة حاجة كده ولا كده. لا مش عاوزة حاجة، انا كنت بزور واحدة معرفة وخلاص ماشي. انت رايحة ولا راجعة يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتر القديمة. أنا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. اطمعش بقى في أكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع. ده استرداد حق. هبقى كبير إزاي وأنا مش عارف أرد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون بأي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك إن النوح ابن كار. فاهم الشغلة كويس ومفطم ولاده، وعنده عزوة وعنده رجالة. يعني مش سهل. طب يا باشا هو مش فيه لا مؤاخذة يعني خرفان بتترمي للحكومة؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما هو خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزاحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزاحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المرة دي يا خميس. العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطن. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته. قلنا وماله؟ الف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز اقول لك حاجه،
السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ ايه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. اياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت 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 بقى. العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص